الختام عندي كلام، نسمع دائما عن الإمكانيات المالية للبلد وشلون يمكن تجلب لنا أموال، يعني النفط نبيع أزيد من 4 ملايين برميل نفط، ونسمع عن طريق الحرير اللي ممكن أن ينفق علينا أموال، ونسمع عن ميناء الفاو اللي ممكن أن يخلي ميزانيات البلد هائلة جدا، ونسمع عن قاعنا أو قاع البلد الخصبة اللي ممكن تعطينا محاصيل جيدة. كل هاي القضايا تزيد من أموال البلد، لكن بالواقع إحنا نعيش أزمة عوز وحاجة حقيقية. وهنا نسأل، وين الخلل؟ الخلل بالمنظومة السياسية، لو بالفساد اللي نهب أموال الناس، لو سوء حظنا. أتمنى من الجميع ينتبه لهذا البلد، أي والله ينتبه لهذا البلد اللي أصبح عليل من كل الجوانب. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.